خرج اللاعب الى كل الناس واتكلم، خلاص نادي الاهلي اتكلم هو كمان. لكن بقى تقعد تزيف في حقائق وتقول اي كلام، في ناس كتير على السوشيال ميديا بتعمل كده وبتتكلم بهذا الشكل. طبعا هم ما بيشجعوش النادي الاهلي وما بيحبوش النادي الاهلي، ولكن يا اخي لما تيجي تتكلم اتكلم كلمه حق، ما تقولش اي كلام لمجرد ان انت متضايق من نجاح فلان فانت عايز تعمل فيه كل حاجه وحشه علشان تقلب الناس عليه، او انت متضايق من فلان. لكن الصح هيفضل طول عمره صح، الصح هيفضل طول عمره صح. ان انا تاجر بقى باصابه لاعب والكلام اللي بيحصل ده عمره ما هيحصل. كلنا بنحب مؤمن زكريا، كلنا بنوقفين جنب مؤمن زكريا، ومش واقفين معاه النهارده، مش النهارده بس، من قبل كده بكتير. انا مؤمن واحد من اقرب الناس ليا وعارف حاجات كتيره جدا، لكن عمري ما بطلع اتكلم فيه، عمري في حياتي ما بطلع اتكلم فيه الا اذا هو اتكلم فيها او سمح لي ان انا اتكلم فيه. وانا على تواصل واتصال دائم معاه، لكن عمري ما طلعت قلت ان مؤمن كذا ولا مؤمن كذا ولا مؤمن كذا. عارفين ليه؟ لانه انا بحترم شخصيه اللاعب او بحترم اصابه اللاعب. لما طلبت من مجلس الاداره ان احنا نطلع نتكلم، يا جماعه ما هو الناس من حقها ان هي تعرف ان النادي الاهلي بيقف جنب اولاده، اتقال لي كلمه واحده بس، اتقال لي اسلام ما هو ده الطبيعي، مش محتاجين نقول، مش محتاجين نتكلم في هذا الموضوع. لا حضراتكم شايفين الكلام اللي انا بتكلم فيه ده كلام غلط، خلاص تمام. لكن هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه، المفروض تكون واضحه للجميع. انا متاكد ان هي واضحه لجمهور النادي الاهلي، ولكن انا بحاول اوصلها للي مش فاهم، للشخص اللي مش فاهم، ومش او الاشخاص اللي مش فاهمين يبقوا يفهموا. في حاجه اسمها احترام خصوصيه اللاعب في الاصابات الكبيره القويه دي. ف دايما النادي الاهلي بيتقال عليه نادي القيم والاخلاق والمبادئ وكذا، ليه؟ لمثل هذه الظروف، لمثل هذه المواقف اللي حضراتكم شايفينها. ولا هنعمل شعارات عليها، ولا هنقول كذا، ولا هنقول كذا، ولا هنقول كذا، ولا كذا. لانه ده الطبيعي، يعني المفروض لاعب مصاب او لاعب مصاب في النادي الاهلي بيتم علاجه. في أندية تانية ما بتعملش الكلام ده، خلاص هي حرة، كل واحد حر، كل واحد حر مع لعيبته ومع جمهوره، مع وخلاص عندك جمهورك هو اللي حاسبك إذا كان عندك جمهور، يعني لو نادي جماهيري يعني. فكل اللي أنا أقصد أقوله بهذا الموضوع إن يا جماعة بطلوا تزييف في البعض، البعض على السوشيال ميديا تحديدا بيحاول أن يزيف الحقائق. يحاول أن يزيف الحقائق يعني أنا الواحد بيقعد يقرأ على السوشيال ميديا، يعني أنا عينيا وجعاني من كتر ما الواحد قاعد بيقرأ على الكلام اللي بيتكتب، الكلام اللي بيتكتب كله الحقيقه ما هو الا تزييف واضح جدا للحقيقه. يا جماعه يعني تخيل مثلا انا قدامي الورقه مكتوب فيها ايه، ملعب الاهلي الاربعاء 18 سبتمبر 2019. واحد يجي يقول لي لا لا الكلام ده مش مظبوط، النهارده التلات، او الكلام اللي مكتوب قدامك هو التلات 18 سبتمبر 2019. يا جماعه النهارده الاربع مش التلات، يقول لك لا النهارده التلات. ازاي يا جماعه ده مصر كلها عارفه ان النهارده الاربع، يقول لك لا 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 النهارده التلات. طب انت تعرف منين؟ يا سلام ده انا عندي مصادري وعندي حبايبي وعندي الناس كلها بتقول لي. وفي الاخر بيتضح ان الكلام ده كله كده. طب انت جبت منين ان النهارده التلاته؟ يا جماعه ما احنا قاعدين والورقه مكتوبه والناس عارفه. لا لا المصادر اكدت لي. طب انت راجل بتكتب على السوشيال ميديا ولا حد بتتكلم في قناه ولا في اي حاجه، لازم تبقى الكلمه، لازم تبقى واخد بالك من الكلمه، لان الكلمه امانه. الكلمة أمانة. فأنا الحقيقة معلش إن أنا بتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى، لأنه موضوع أصبح ممل ومستفز في نفس الوقت. إحنا عمرنا كنادي أهلي عمرنا ما هنبص لمثل هذه الأمور، لكن أنا واجب عليا إن أنا أوضح لحضراتكم إيه اللي كان بيحصل خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع تحديدا. يعني لما أنا طلبت بشكل شخصي من مؤمن ان انا اتكلم، قال لي يا كابتن من فضلك لو سمحت لا، خلاص لا، الموضوع انتهى. حد سمع مني كلمه على مؤمن خلال الفتره اللي فاتت؟ حد سمع في برنامج ملعب الاهلي اي كلمه تخص مؤمن زكريا الفتره اللي فاتت الا اذا كان كلام جيد؟ يعني ما اتكلمناش مع اني عارف كل التفاصيل.
لان احنا اتعلمنا كده، اتعلمت كده في حاجات كتيره جدا ببقى عارفها، وحد من اللاعبين او من المسؤولين او في اتحاد الكوره في النادي في هنا 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 يجي يتكلم معايا وبيتكلم معايا بشكل شخصي، بستأذن الاول، هل ممكن اقول هذا الكلام؟ يقول لي لا او ممكن طبعا تتكلم فيه. هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده اللي انا شايفه، وهو ده اللي انا هفضل اعمله بالمناسبه. يعني اذا كان هناك موضوع معين وعايز اوضحه لحضراتكم بطريقه، بقى بجيبه بطريقه او باخرى من بعيد جدا، وانا عارف دايما وبقول الكلمه دي ان جمهور النادي الاهلي لماح، بياخد باله من الكلام وبياخد باله من الموضوع، زي موضوع اللي انا قلته لحضراتكم قبل كده. احنا عندنا